اهلا بكم اصدقائي بحلقه جديده من Elden Ring. بهاي الحلقه عندنا قتال ويا الزعيم التري بيريال ووش دوغ. تمام، هسه ندخل للزعيم. طبعا مثل ما وضحت بالانترو تستخدمون تالزمان او سبيل تزيد الديفنس مالتكم ضد اللايتنينج. تمام، وهسه اطلق علينا هاي اللايتنينج، بتحتاجون شوي ترفعون الديفنس مال اللايتنينج مالتكم. هذا شيء بسيط، تفادون ضربات السهوله. استخدموا سبيريت هذا. تمام تمام، اي سبيريت ماكو مشكله، بس يكون شوي سبيريت تمام، ما شوي قوي. تمام، بقاله شوي من دمه، ماكو اقل من نص دمه تقريبا. راح نقضي عليه بسهوله. وهاي نوجه له ضربه هيفي. تمام، وهاي قضينا عليه بسهوله. تمام اصدقائي، هنا وصلنا لنهايه المقطع. لا تنسوا الاشتراك بالقناه والدعم باللايكات.